نحن فرج لما وصلنا وجدنا أنه لا يمكن إلا للطبيب أن يستثمر في مجال الصحي. إذا لم تكن طبيب وعندك إمكانيات لا تستطيع أن تفتح عيادة وعندك أطباء وعندك، فقلنا لماذا هذا وهذا ملف موجود منذ أكثر من 10 سنوات لم يجرؤ أحد يقترب. أنا قلت للسيد وزير الصحة الذي هو بالمناسبة شيوعي سابق، هو ما يزال بالحزب يعني، لكن الحزب الشيوعي عندنا غير اسمه، فهو شجاع وتوكل على الله وأخذ القرار وفتح الباب، فتح الباب وأنا دفعته في هذا الاتجاه